السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى في المقاطع المتداولة لدينا. هذا المقطع أظهر مقطع مصور مجموعة من الشباب العراقي يطلقون النار في الهواء في مدينة الصدر ببغداد بمختلف أنواع الأسلحة. ومع انتشار ظاهرة تفشي السلاح، أعلنت مستشفى الجملة العصبية في بغداد استقبال 84 إصابة في الرأس بطلق ناري نتيجة الإطلاق العشوائي للرصاص. وقالت إدارة المستشفى إن قسم الطوارئ يستقبل يومياً العديد من الإصابات نتيجة إطلاق النار العشوائي، فيما أكدت تسجيل نحو 2300 إصابة أخرى بالدماغ والحبل الشوكي في حوادث سير العجلات والدراجات النارية خلال عام 2021. لنشاهد. ترى من قتلت هذه الرصاصات؟ دعونا نتابع بعضا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي يقول: هكذا حال البلد عن غياب السلطة والقانون. حسين يقول: صورهم واضحة، المفروض من الجهات القانونية تأخذ إجراء وتصدر قبض بحقهم. مصطفى يقول: غير إذا أجتهم الشرطة يبتلون على عمرهم، واحد يقول آني من العصائب، واحد اللي يقول، والآخر يقول تفضلوا آني من بدر، والآخر يسوق عليهم لأن بحزب الله. وهاي هي الدولة، صارت أضعف كيان أمام اللا دولة. في تعليق من صلاح يقول: أكيد ميليشياويين، وإلا منين لهم هذا السلاح؟ مشاهدينا الكرام، هذه جزء من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر لدينا. في مقطع يظهر معاناة النازحين وسبب عدم العودة إلى منازلهم، الظلم والاضطهاد العنصري والتمييز الطائفي أسباب أدت إلى منع النازحين من العودة إلى مناطقهم. دعونا الآن نشاهد ونستمع إلى حديث هؤلاء النازحين. انت من يا منطقه؟ نازل من منطقه ساتر. اللي نزحت من يوم منطقه نزحت؟ لا ساتر. زين الصخر. زين ليش ليش مترجعون؟ والله لازم حزب الله وما يعني. هي ايش قد تبعد عن المخيم؟ منه كيلو ونص. كيلو ونص؟ كيلو ونص ايوه. يعني حتى مشي توصل؟ مشي اوصل. زين ليش ما ترجعون؟ ما والله كان في حزب الله ما يخلينا ننزل. ما يخليكم تطبون؟ اي والله. والله العظيم حرام. حرام وكارثه اللي جاي يصير بالناس. هاي هاي المدرسه الاشاط ما يدرسون بها لاهل المنطقه، وهاي على علم عراقي وذولا يقول ما يخلون يدرسون بها، ما يخلون اي نازح يدرس في المدرسه. جام ما بيه قالت لنا البرد، قالت لنا البرد. وين وين جت لا مدرسه؟ لا جاب هاي ما يخلونا نفوت بها. مشاهدينا الكرام، استمعتم الى هذا الحديث. نازحون من جرف الصخر، سنوات تمر ولا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب الميليشيات. لنتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. ياسر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والجماعة متعاركين على المناصب والمكاسب الشخصية. أبو حيدر يقول: أين سيذهبون من حساب الله الذين تسببوا بتهجيرهم من ديارهم؟ علي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب في ضياع العراق. وست خالدة تقول:
الله على الظالمين الذين تسببوا في تهجيرهم، أسأل الله أن يفرج كربة كل النازحين. الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. شكى مواطن من محافظة النجف واقع حال المدارس في المحافظة وما تعانيه من إهمال حكومي، حيث تحوي المدارس أكثر من 1000 طالب عراقي مع عدم وجود المرافق الصحية بحسب قول هذا المواطن. لنستمع. قلت أحد المدارس في المحافظة، هاي قدامكم اللي الصب جاهز، هي مشكلة بين وزارة التربية ووزارة الصناعة، والضحية منه؟ الضحية طلابنا، هاي الأطفال اللي أقسم بالله وتالله وبالله الأطفال يومية يبولون على أنفسهم بسبب الكرفانات والجحيم اللي بالكرفانات. هاي الكرفانات اللي فلشوا هاي المدرسة وخلوا كرفانات، خلي نشوف العالم. هاي مرافقاتهم، طلعوها مرافقاتهم، هاي مرافقات طلابنا 1200 طالب، هاي مرافقاتهم. اضطرينا احنا الاهالي نجمع فلوس ونبني مرافقات لطلابنا، مدرسة ثورة العشرين والنجم الثاقب ومدرسة رشيد الهجري. وزي جوها اني اعرف الدشداشة اذا تنفدق يخيطوها، مو المدرسة، هاي المدرسة مخيطينها بشينكو على مود ما تطبوا الشلاب ولكم، ويطلع هادي العامل ونور المالكي وسائرون وحاكم الزامري يقول مؤامرة من اسرائيل على انجازاتنا. هاي انجازاتكم، انجازاتكم دمرتوا البلد. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع والموضوع في موقع فيسبوك. طالب يقول: خضير الخزاعي كان وزير التربية وخصصوا مبالغ كبيرة جدا في زمن حكم المالكي لبناء 1000 مدرسة في عموم البلاد، المبالغ اختفت ولا وجود لأي مدرسة من هذه 1000 مدرسة، مجرد أن السيد خضير الخزاعي الآن سفير في كندا. هذا المختصر. سهام تقول: الله أكبر على هذا الوضع المزري والمؤلم، الله يعين ويحمي هؤلاء الشباب والأطفال من غير رعاية، لماذا هذا الإهمال؟ لماذا؟ لماذا؟ أميرة تقول: حرامات كل شيء انتهى وأولهم التعليم. وهناك تعليق من هيثم يقول: هي مقصودة وكل الأحزاب عندها علم. ننتقل الآن وإياكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة. في سابقة خطيرة جدا في العراق، تم إيقاف استلام المعاملات التقاعدية للموظفين المتقاعدين في دائرتي الصحة والتربية في محافظة البصرة بسبب عدم وجود الأموال. لنستمع. مهزلة جديدة من مهازل الحكومة الاتحادية، طبعا دائرة التقاعد موقفة ما تستلم معاملات لا من التربية ولا من الصحة ولا من بعد ما عرف يا دائرة يا بليش متقاعدين كلو الحصو على قولت القائل، قال والله ما نستلم المعاملات التقاعدية من التربية لأن احنا نطلب التربية 72 مليار مدري 270 مليار والحد ما سددنا وزارة التربية يلا نتجاوب وياها ونستلم معاملاتها. هسه بشرفك انتم الحكومة بيناتكم مدخلين المواطن شنو؟ انتم قفاصة واحد يقفص الثاني. المواطن يعني شنو دخله بهذا الموضوع؟ ما استلم والله اطلب دائرة التربية الوزارة اطلبها كذا مليار واطلب الصحة كذا مليار والا يسددوني. شنو نوع الطلب؟ ما نعرف. توقفات تقاعدية مخموطة مثل ما نخمطن مات الشرطة وغيرها هم ما نعرف. بس إلى متى هاي المهازل بالله؟ إلى متى؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. حسين يقول: فعلا والله الموضوع واحد من الناس والدي مهزلة والله. عبد الباقي يقول: أمواله صندوق التقاعد ماخذينها الوقف الشيعي يشتغلون بيها والربح بالنص. يا فقير يا بطيخ، اليوم أمس ما تشوف دائما يأخرون رواتب المتقاعدين. وسام يقول: بلوى وين جاي تروح هاي الفلوس؟ وأم أحمد تقول:
المتقاعد قضى عمره يقصون من راتبه قبل التقاعد على أساس ينطوها إلى كراتب بعدين. شلون تأخرون رواتبهم؟ على أي أساس يا حرامية؟ مشاهدينا الكرام، كانت هذه جزء من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. نراكم بعد قليل مع فقرة أنت ترى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مشاهدينا الكرام مقطعا لمواطن عراقي من بغداد وتحديدا حي المغرب في منطقة العظمية يناشد لمساعدة امرأة مسنة تشكو الفقر والحاجة بعد فقدان ولدها بانفجار، حيث تعاني من أمراض مزمنة ولا يوجد لديها مأوى تسكن فيه. لنشاهد. فشفت هاي المرأة قلت لها، قالت لي، قلت لها خالة وين بيتكم؟ كان أقول أنا بيتنا مع الورثة وباعوه. قامت تبكي المسكينة، هسه أشوفكم وتقول لي وديني لدار المسنين، كتني البرد، وهي عمرها كبير بالعمر. هي حجي شلونك يمه؟ إن شاء الله زينة قلبي، الله يحفظك. شلونك بعد؟ شنو تريدي يمه أنت بالضبط؟ دار المسنين؟ زين انت نام من شوكت؟ 4 أشهر؟ زين شلون تنامي هنا بهالبرد هذا؟ لا تبكين لا تبكين يا يمه لا تبكين لا تبكين. زين اولادك وين اولادك؟ انا شهيد بحرب ايران. عندك شهيد بحرب ايران؟ ايه. نعم. نعم. خلصت ولد واحد الثاني متزوجين وراح. نعم. وصلت اول كلية طب وراح بالانفجارات. شان كلية الطب وراح بالانفجار؟ اي نعم، ساحة عدن. الله يرحمه. اي نعم نعم. اي والله ولا حظ من الدنيا. وما عندك احد هسه ضال هنا؟ لا والله لا والله يا يا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن مع فقرة صندوق الوارد لدينا هذه الرسالة، دعونا نقرأها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مواطن جزائري، قلبي يتمزق ألما بسبب ما يجري في العراق وشعبه العظيم من معاناة بعد أن كان بلد الحضارات والخيرات سابقا. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا مع فقرة الهاشتاج، واسمنا اليوم مظاهرات خريجي الصحة، حيث تفاعل العراقيون مع هذا الوسم للتضامن مع خريجي المجموعة الطبية المطالبين بالتعيين والاستجابة لمطالبهم المشروعة. لنتابع بعضا من التغريدات. فاطمة تقول: يعني درسنا وتعبنا وطلعنا معدلات عالية وأربعة وخمسة وست سنوات كلية حتى نقعد بالبيت نغسل مواعين وملابس والولد تشتغل عمالة؟ لو أدري هيك ولا دارسة والله. حسن يقول: جيل يعشق التظاهر والمطالبة بحقه، جيل ثورة تشرين قادم وبقوة، فاتقي شر الحليم إذا غضب. إبراهيم يقول: أما بعد، بعد استمرار مطالبنا بإطلاق استمارة التعيين المركزي لكوننا مشمولين بقرار التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتجاهل المسؤولين المتمثلة برئيس الوزراء ورئيس الصحة ومجلس الخدمة الاتحادي، سوف يكون لنا وقفة تظاهر سلمي أمام وزارة الصحة العراقية. في تغريدة لدينا من علي يقول: إذا بقي هذا التجاهل من الوزير ومماطلته لإطلاق الاستمارة لدفعة 2021 إلا نسوي ثورة على الوزارة. هذه جزء من التغريدات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. نراكم بعد قليل. الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة القصص المنوعة.
مع إطلاق دول كثيرة واستخدامها واعتمادها على شبكة الجيل الخامس. الآن هناك تساؤلات تطرح بشأن هذه الشبكة وتأثيرها على التي تستخدم في الهواتف وتأثيرها طبعا على حركة الملاحة الجوية. دعونا نتابع. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى قصة أخرى لدينا. في إنجاز علمي واعد، لأول مرة في تاريخ الطب البشري روبوت يجري عملية جراحية دقيقة بالكامل لوحده. لنشاهد. انتقال الآن مشاهدينا الكرام إلى قصة أخرى لدينا. جزر الديمانيات هي جزر سياحية في سلطنة عمان، وهناك أيضا معلومات تشير إلى أنها أيضا أماكن أو فيها أماكن استثمارية كبيرة. دعونا نتعرف بالتفصيل على مناطقها السياحية والاستثمارية كذلك. في قصتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام تساؤل يطرح، هل تعلم أن نبات الشبت أو الشبنت في بعض الدول هو مضاد للبكتيريا والفطريات ويعالج كذلك مشاكل الأمعاء ويحافظ على صحة القلب والكلى؟ لنشاهد.
بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.